ما بنحلمش كلنا نكون عايشين في مكاننا. اللي عنده اكتئاب كلنا ندعمه ونحتويه لحد ما يرجع تاني او كم الاول. ومنحلمش من اللي يكون مر بتجربة قاسية زي اللي يكون مات له حد قريب يلاقي اللي يخليه فضفض من غير ما يتقال عليه نكد يا كئيب. انا كبرت في مكان بعيد عن كل حاجة في البلد، بعيد عن النوادي والكافيهات والمولات، بعيد عن الناس كلها. والدي وكام واحد من عمامي كبروا بره مصر، واما رجعوا قرروا ان هم يشتروا عزبه ويربونا فيها، لان هدفهم الاساسي كان انهم يربونا في بيئه يقدروا يحكموا طريقه تفكيرنا بشكل ايجابي. فالعزبه دي كان فيها كل حاجه، من اكل لشرب لفسح ورفاهيه، حتى بص المدرسه كان من عندنا وكان بياخدنا يودينا المدرسه. فما كناش بنضطر ان احنا نطلع بره ونحتك بالناس كتير. وزمايلي وجيراني واعز اصحابي كل دول كانوا اهلي، فبالتالي ما كانش فيه اي تاثير من المجتمع اللي بره علينا، وكانت عاداتنا وتقاليدنا وافكارنا كلها موحده. انا النهارده بشكر والدي ان هو موجود معايا النهارده، وواحد واحد من عمامي انهم خدوا القرار ده في يوم من الايام، عشان الثقافه الفكريه اللي انا كبرت عليها في المجتمع بتاعنا الصغير أثرت عليا وعلى كل واحد في العيلة إنه ما يبصش على أي مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي على إنه ضعف أو جنان أو وصمة عار. وبالتالي أما في يوم من الأيام واحد من قرايبي قابلته مشكلة وكان عنده اكتئاب شديد، وقفنا جنبه وقدرنا مشكلته، وساعتها قرر إنه يروح لثيرابيست. طب كان في نظرنا إيه؟ كان في نظرنا أشجع واحد فينا إنه عمره ما بيستسلم، وإنه عايز يبقى أحسن، وإنه قادر يواجه مشكلته وعارف يطلب المساعدة. في نظرنا هي دي القوة وهي دي الشجاعة. بس لما ابتديت أكبر واضطريت إن أنا أطلع بره المجتمع اللي أنا فيه وأتعامل مع ناس مختلفة وأبقى في مجتمع مصر، لقيت إن كل حاجة مختلفة. لقيت إني مش عارفة أعبر عن اللي جوايا، وبقيت أحس بضعف لو اشتكيت. لقيت ان في معاني في مجتمعي مختلفه عن اللي بره، زي اللي بيشتكي من اي مشاكل نفسيه اللي انا بسميها تحديات نفسيه بيتشاف ضعيف، واللي عنده اكتئاب بيقولوا عليه عايش في الدور ومكبر الموضوع، واللي عنده اضطراب نفسي بيقولوا عليه مجنون او ملبوس. لقيت ان كلمه عباسيه اللي هي مستشفى للعلاج الاضطراب النفسي بقينا نستخدمها عشان نوصف حد مجنون. في مصر الصحة يعني صحة جسدية من غير صحة نفسية، وفي مفهوم عندنا غلط عن المنتل هيلث، الصحة النفسية في مصر، إنه على الناس اللي عندها اضطرابات نفسية بس، زي مثلا انفصام في الشخصية. لكن مش هو ده بس معنى الصحة النفسية. للـ World Health Organization صحة نفسية يعني إن الواحد يكون واصل لسعادة وراحة داخلية تخليه مدرك بإمكانياته الخاصة، يعني عارف ايه هي مميزاته ونقط ضعفه، وان الواحد يكون عارف يتعامل مع الضغوط الطبيعيه للحياه، وعارف يعمل بشكل فعال وقادر على المساهمه في مجتمعه. حاجات كتير ممكن تاثر على صحتنا النفسيه، زي المدرسه والجامعه طبعا، والشغل والمشاكل اللي بنقابلها كل يوم. الصحه النفسيه بتنقسم لثلاث حاجات: كوجنيتيف يعني ادراكي، بيهيفيرال يعني سلوكي، وايموشنال يعني عاطفي. يعني معنى اصح صحتنا النفسيه هي طريقه تفكيرنا وتعاملنا والمشاعر. وعشان كده الصحه النفسيه بتاثر على حياتنا اليوميه وبتاثر على الناس اللي حوالينا. ومش بس كده، بس صحتنا النفسيه هتاثر على صحتنا الجسديه. جسم الانسان بيستجيب بطريقه تفكيره وتعامله ومشاعره. فما الواحد بيكون متضايق أو مضغوط أو قلقان، الجسم بيحس إن في حاجة غلط. فبيكون في رد فعل طبيعي زي ارتفاع نسبة الأدرينالين. ودي بتأدي لمشاكل كتيرة، منها ارتفاع ضغط الدم. ومش بس كده، بس في دراسات أثبتت إن الأمراض العقلية زي الدبريشن والبايبولر والسكيزوفرينيا بتؤدي أمراض القلب والأوعية الدموية. فصحتنا النفسية هتأثر على صحتنا الجسدية. وطبعاً لما الواحد يهتم بيها هيقدر يوصل لمرونة داخلية. من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة الـ Anxiety Disorders، اضطرابات القلق،
المود ديسوردرز اضطرابات المزاج وسكيزوفرينيا ديسوردرز اضطرابات الانفصال. الفوبيا والاوسي دي مثلا دول من اضطرابات الالم، والاكتئاب الشديد والبايبولر دول من اضطرابات المزاج. طب خلينا نبص على الصحه النفسيه في مصر عامله ازاي. اولا الاضطرابات النفسيه في مصر تعتبر وصمه عار، فاللي عنده اضطراب نفسي في مجتمعنا بيبصروا على انه حاجه تخوف او خطر، وبيبصروا بنظره غير طبيعيه. اللي عنده اضطراب نفسي بيقولوا عليه مجنون او ملبوس. فاللي بيحصل هنا ان بيبدا اولياء الامور ينكروا اي حاجه شايفينها في ولادهم من خوف كلام الناس عليهم واحساسهم بولادهم، فما بقاش في اي حد يتكلم على مشاكله النفسيه. واللي بيشتكي من اضطرابات نفسيه زي الاكتئاب والحصر النفسي بيستهزأ بيهم. وايه هي اول كلمه بيسمعوها؟ يا عم كبر دماغك. بس هل لو حد عنده مرض عضوي زي السرطان هنقوله كبر دماغك؟ الناس دي بتعاني وحدها، فما بقاش في اي حد يجيب سيره الاكتئاب وخطورته انه بيجي بأضرار تانية زي التفكير في الانتحار، اذى النفس والادمان. والمشاكل دي لو ما اتعالجتش اول باول بتكبر وبيكون صعب جدا حلها. 10% من الناس حوالين العالم عندهم مشاكل نفسية. الاكتئاب والحصر النفسي بالذات عمال بيزيد بشكل سريع جدا في الوطن العربي مقارنة بباقي العالم. والناس اللي بيكون عايزة تدور على حل مش بتلاقي نفسها وسطينا، فبيلجأوا للمصحات زي العباسية. وللأسف المستشفيات دي ما تفرقش عن السجون. والعلاج عندنا ضعيف جدا، صعب جدا ان الواحد يعمل بس كشف، ولو اتوفر بيكون غالي وغير مقدور عليه بعض الناس. تاني حاجه، عشان الصحه النفسيه مش في دماغنا واحنا كوطن مش مهتمين بيها بيكون صعب اكتشافها، وخاصه في الاطفال. طب ليه صعب اكتشاف الاضطرابات النفسيه في الاطفال؟ خلينا نقول سيناريو انا خاصه شفته مش بس في مصر، كمان في امريكا وبيحصل في معظم العائلات. بيكون في طفل في العيله بيتجنب زمايله في المدرسه، ولو شافهم مش هيسلم عليهم، حتى كلمه ازيك مش تطلع منهم، مع ان اخواته غير كده. فباباه ومامته بيقولوا عليه انه خجول وبيتكسف دايما ومش اجتماعي، ومصيره ما يكبر هيتغير. بس للاسف الطفل ده ممكن يكون عنده حصر نفسي واخد صوره الكسوف في نظر اهله، والمشكله دي بتفضل مدفونه جواه وبتكبر مع الوقت. الواجب اللي زمايله بيعملوه في تلت ساعة بياخده هو في ساعتين، لأن اضطرابات القلق بتؤدي لمشاكل تانية في جوانب الحياة. الطفل ده يا جماعة لما بيكبر بتزيد عليه ضغوط الحياة وبتكون حياته أصعب من غيره. فمهم جدا إن احنا نركز مع الأطفال، وهنفيدهم لو اتأكدنا من اللي عندهم زي السيناريو اللي فات، هل هو كان خجل ولا حصر نفسي؟